خوتي كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ المهم كتشوفوني راه مزيزه على الحاله يا اختي. ها نتوما دايره شي تعب السميه ديال الكيجامه، ها نتوما شوف شحال فنه. المهم البنات، اليوم جيت نبارطاجي معكم كيفاش غادي نبخر اللحم ديالي. الصراحه انا ماشي كنعلمكم، تبارك الله عليكم كتعرفوا كل شيء، انما حاولت نبارطاجي معكم ها شنو غادي ندير للعشاء. المهم غنشارك معكم اول حاجه وهي المقادير. عندنا هنايا عندنا معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال الملح، ومعلقه ديال، انا للاسف ما عنديش، متواجدش عندي داك السودانيه، فما غادي نستغنى عليها، ما غاديش نديرها. اذا البنات اول حاجه غادي نديروها هاد التوابل كاملين، غادي نخلطوهم بالماء كيف ما كتشوفوا بهاد الطريقه. هانتوما ما عرفتش واش كيبان لكم بهاد الطريقه. غادي نضيفوا لهم الزيت النباتيه، ايوا يا خواتات، غنجيبوا داك اللحم اللي غادي نديروا في هاد التوابل. ها هو غادي نشدوا هاد التوابل ونخلطوها كامله بمعلقه بحال هاد الطريقه. طريقه سهله البنات وبسيطه، كنتمنى تعجبكم وتنال اعجابكم يا ربي. المهم غادي تشدي هاد الحب، انا للاساس راه كان في الفريكو راه بقى جامد، ما بغيتش نخليه حتى يطلق، غادي نحاول نديرو هنايا. المهم كتشدوا البنات، كتديروا في داك التوابل كامله، هانتوما ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، كديروا في داك التوابل كامله اللي خلطتو، حاولوا تخشيو في جميع البلايص باش كيش داك اللحم كيشرب التوابل. هانتوما البنات بحال هكا كتخلطوا ديك التوابل كامل اللي خلطتوها، كتحاولوا تخشيو داك التوابل مع راه جامد عندي اللحم. كتحصلوا على هاد النتيجه هانتوما البنات. من بعد كتجيبوا الكسكاس ديالكم بحال هكا، كتخشيو هذاك اللحم اللي عندكم في الكسكاس، ايوا لالا، كتعمروا البرمه نص ديال الماء، ديروا فيها شويه ديال الماء، كتحطوه على البوطه، كتخليوا هذاك الماء يغلى مزيان باش كتحطوا الكسكاس فوق منها، وكتغطيو، تحاولوا تغطوا الكسكاس بالميكا باش هكا كي نوريكم. المهم البنات انا بعد ما غليت الماء خمسة دقائق، ها هو كما كتشوفوا، دابا غادي نشد الكسكاس ديالي، غادي نحطوه هنايا ياكو، انا عندي البرمه كتخرج هنا النفس، فغادي نحاول ندير ميكا قبل البنات ما ديروا داك الشيء. كتشدوا هاد التوابل كامله كتخوها في نفس الكسكاس، ها نتوما بحال هكا، واخا راه غنبط لكم تحت. المهم الطريقه غتجيبو الكسكاس، غتجيبو الميكا، غتحاولو تغطاو بها الكسكاس ديالكم. هاكا البنات، شوف هاديك التوابل كاملة، أنا درتو في الكسكاس، درت البوط، شعلت على البوطة، غطيتو بميكا باش هداك البخار ميخرجش، ومن بعد إن شاء الله ما يطيب غادي نشارك معكم النتيجة. المهم البنات هانتوما كيجا، انا من بعد ما تبخر وطاب اللحم زدت عليه شويه البطاطا وشويه الخيزو وشويه القرعه، ما ناكلهم هكا، ودرت بصيله من الفوق. المهم انا نحطو نوريكم النتيجه. شوفوا البنات، شوفوا ما شاء الله كيفاش جا، شوف عرفتي، والله الا ما درت فيه حتى حاجه. هانتوما شوفوا شحال جا، عرفتي لذيذ، عرفتي ريحته كتشهي، يا سلام. هانتوما كيف ما قلت لكم درت ليه شويه البصله وشويه البطاطا وخيزو وشويه القرعه. المهم هذا هو عشانا، ها نتوما كتشوفوا خبيز هنا، قطعت شويه بطيخ ودرت حنايا لجوج الناس، فحطيت جوج شاديات، عمرت بريريداتاي بالنعناع، يا سلام. شوفوا حطيت هنا كويس الماء، قرايه ديال الماء بارده، هذا هو عشانا. كنتمنى يكون هذا الشيء خفيف ظرف على قلوبكم يا ربي، وشكرا بزاف.